ضيفنا الليلة ضيف مختلف تماما، هو نموذج فريد من نوعه، فرعون مصري شرف بلاده في كل المحافل وفي كل بلد احترف فيه. ضيفنا نموذج لاحتراف كرة القدم بشكل ربما لم يسبقه إليه أحد، هو بعينه هاني رمزي، نجم الأهلي السابق وفرق أخرى كثيرة كلها في أوروبا. هاني رمزي هو أول لاعب مصري ينجح في تقديم تجربة احترافية نادرة ومميزة، أول مصري يتكيف مع الغربة ومع أوروبا وينجح ويتنقل من ناد إلى نادي بمنتهى السهولة. لعب في مصر وسويسرا وألمانيا، وفي كل تجربة كانت له بصمة وعلامة من نوع خاص. هاني رمزي كان نموذجا للمدافع الراقي الشيك المحترم، فعلى مدار مسيرته لم نسمع عنه أو منه أي تجاوز أو خروج عن النص. هو لاعب في قمة الانضباط وقمة الأدب وقمة السمو والرقي في التعامل. هاني رمزي نجم كروي كبير لا تملك إلا أن تحبه، وهو لاعب وهو مدرب وهو إعلامي، وهو من النوع الصامت. فرغم أنه كلاعب يمتلك مسيرة احترافية نادرة، إلا أنه نادرا ما نراه يتحدث عن نفسه، فلم يذكرنا أبدا برحلته الجميلة مع كرة القدم. هو قدم ما عليه ويترك الآخرين يتحدثون عنه، لكن الليلة سينطلق هاني رمزي مع قطار المجري ليحكي لنا تفاصيل وكواليس جديدة في حياته لم نسمعها من قبل. تعالوا نرحب بهاني رمزي المدافع الشيك ابن الأهلي الأصيل. أهلا بك كابتن هاني في بيتك.